عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا جماعة النهاردة هنبتدي تعلم الحروف في اللغة الألمانية. والحروف في اللغة الألمانية مهمة جدا. ليه؟ لأني أنا في الألماني كل اللي بنطقه وبكتبه، فلازم أبقى عارفة نطق الحرف، عارفة صوته فيدني إزاي عشان أكتب الكلمات كلها صح. هنبدأ بأول حرف عندنا وهو حرف الآ. آ، حرف الآ زي أنا. أنا أهو حرف الآ، نطقته إيه؟ آ. أنا. عندنا الحرف اللي بعد كده اللي هو حرف البي. حرف الايه؟ البي. وحرف البي زي بينو. بينو يبقى حرف البي بينو. وحرف التسي، حرف التسي. احيانا بسمع الحرف ده يا جماعة زي ما بيقولوه في الانجليش، احيانا بالذات الكلمات الدخيلة، انما الحرف ده عندنا اسمه تسي. اسمه ايه؟ تسي. عشان كده دورة المياه اسمها في تسي. تسي ماشي يا جماعة. الحرف ده عندنا اسمه حرف الدي. دي زي لو حد عندي، وبعرف حرف الدي ازاي؟ عشان بسمع صوت الدال. اول ما بسمع صوت الدال بعرف ان ده حرف الدي، زي دانيال. دانيال. بعد كده حرف الاي. حرف الاي زي ايكو. حرف الاي، حرف الاي ده بنطقه زي ايه؟ ايكو. ايكو. الحرف ده يا جماعة اسمه حرف الاف، زيه زي الانجليش اف. وعامل بسمع صوت الف، اول ما بسمع صوت الف بعرف ان عندي حرف الاف، زي كلمة فيشا. فيشا. عندي بعد كده حرف الجي. جي. وحرف الجي ده يا جماعة بيقولوا خفيف قوي، تحس ان هو ميال ان هو يكون كاف شوية. حرف الجي اللي هو الجيم بتاعت بحر يعني، من الاخر. جي زي كلمة جير هارت. جير هارت. والحرف ده اسمه ها. حرف ده اسمه ايه؟ ها. الحرف ده بيتنطق زي حرف الهاء، تمام؟ اول ما اسمع صوت ه بفهم ان الكلمه فيها حرف الهاء، بس ناخد بالنا ان الحرف الهاء ده ما بيتنطقش الا في حالتين. الحاله الاولى انه يكون جه في بدايه الكلام، اني الاقي الحرف ده موجود فين؟ في بدايه الكلام. بدايه الكلام او بدايه المقطع، اني الاقي الحرف ده يا في بدايه الكلمه يا في بدايه مقطع، يعني الكلمه تكون مقطعين وهو في بدايه مقطع فيهم، تمام؟ عندنا الحرف ده بقى يا جماعة اللي هو حرف الاي. حرف الايه؟ الاي. عامل زي الالف كسرة اي، اللي هي بتاعت ايمان. احسان. الاي ده زي كلمة ايه؟ ايرمن. ايرمن. معظم الاسماء طبعا اسماء المانية. والحرف ده يا جماعة اسمه يوت. الحرف ده اسمه ايه؟ يوت. عشان محدش يغلط ويقول لي حرف الجي، لا يا جماعة الحرف ده اسمه حرف اليوت. اليوت ده لما بيجي في الكلمة بنطقه ايه؟ بنطقه ايه؟ يه. يعني اول ما اسمع صوت اليه بعرف ان هو حاطط ايه؟ حاطط الحرف ده اللي هو حرف اليط. زي الاسم ده اسمه يعقوب. يعقوب. يعقوب ده اللي احنا بنقول عليه يعقوب، تمام؟ اسم يعقوب اهو بدأ بالحرف ده اللي هو حرف الايه؟ حرف اليه، اليط قصدي. وبعد كده حرف الكا. الكا. الكا عامل زي صوت الكي، اللي هو لما بسمع صوت الكي بفهم اللي هي شبه الكاف كده عندنا في العربي، بفهم ان في حرف الكاف في الكلمه، زي كلمه كلاينر. كلاينر. عندنا بعد كده حرف ال. حرف الايه؟ ال، زي الانجليش بالظبط. والال ده اول ما بسمع صوت اللام بتاعتنا في العربي اسمع حد بيقول حاجه فيها صوت لام اعرف ان الكلمه فيها حرف ال، زي لودميلا. لودميلا. وده دي اسماء برضه. اما الحرف ده بقى عندنا حرف الام. حرف الايه؟ الام. حرف الام. والام ده يا جماعه اول ما بشوفه بسمع صوت ايه؟ بسمع صوت ميم. يعني اول ما بسمع صوت ميم زي ما احنا عندنا في العربي لو سمعت واحده اسمها مثلا مريم، منى، اول ما بسمع ميم بعرف ان الكلمه فيها حرف الميم. كمان في الالماني في الدويتش اول ما بسمع صوت الم بعرف ان في الكلمه فيها حرف الايه؟ الام، زي مانويل. مانويل. بعد كده يا جماعه عندنا حرف الان. حرف الايه؟ الان. وحرف الان زي اللغه العربيه، يشبه النون في العربي. يعني اول ما بسمع صوت الن اللي هو النون بتاعنا ده بعرف ان الكلمة فيها حرف الان، زي نينا. نينا. والكلمة دي اهي ان خدناها، والحرف ده اللي احنا بنقول ان عامل زي الالف المكسورة اللي هي ني، وبعد كده اه نينا. نينا. حرف الاو. بصوا يا جماعة حرف الاو، وحرف الاو دي يعني شبه يعني البق فيه بيبقى واخد شكل الخاتم كده بالظبط. او. او. ماشي. زي كلمة ايه؟ أوليفا. أوليفا. أوليفا ده اسم. حرف البي. البي. حرف البي ده
زي الباء تقيلة بالانجليش اللي هي ما فيهاش صوت بيطلع من جوه، بس عبارة عن حركة شفايف زي بتاعة البيبي الصغنن لما بيقول با، يبقى زي ايه؟ بيتر بيتر. حرف الكو، وحرف الكو ده يا جماعة بنطقه يعني عادة في اللغة الألمانية لما بيجيش لوحده، لازم الكو بيجي وراها ايه؟ او. الكو بيجي وراها او اللي انتوا بتقولوا عليها بالانجليش يو. الكو اول ما بيجي وراها او بتتنطق كف، على طول بتقلب كف، كيفيرن كيفيرن. حرف الار، حرف الار ده يا جماعة بعرفه ازاي؟ زي عندنا في العربي، اول ما بسمع صوت الراء اللي احنا يعني خلاص ودنا قلفت طبعا صوت الراء، اول ما بسمع صوت الراء بعرف ان الكلمة فيها حرف الار. زي ايه؟ رينات رينات، وده ريناتي ريناتي. لا في حرف كده فات. تمام. حرف الاس، حرف الاس ده يا جماعة اللي هو عامل زي صوت السين، عامل زي صوت السين، زي هنا اخر حرف هنا عندنا ماركوس ماركوس، يبقى اخره ايه؟ اخره حرف الاس. اما حرف التي بقى يا جماعة، تي الحرف ده اسمه تي، عامل زي صوت التاء بتاعتنا بالعربي، زي مثلا شخص اسمه تيمو تيمو. ولو على فكرة انا لقيت سمعت صوت التاء بتاعنا بالعربي يبقى اعرف ان في الكلمة في حرف الايه؟ التي. الحرف ده اسمه او، الحرف ده اسمه ايه؟ او. والحرف ده بيجي يا جماعة من يعني بتضم شفايفك من الجنبين، او ماشي، زي ايه؟ او ليكار اوليكار اوليكار، حرف الاو. اما الحرف ده بقى يا جماعة ناخد بالنا مننا منه قوي، عشان هو احنا تعودنا نقوله في الانجليش بطريقة وهو في الالماني بطريقة تاني خالص. الحرف ده اسمه عندنا فاو، الحرف ده عندنا اسمه ايه؟ فاو. وحرف الفاو ده يا جماعة صوته يشبه الفه، زي الاف، خفيف مش تقيل. الحرف ده خفيف، يعني الشخص ده اسمه فيكتور، الشخص ده اسمه ايه؟ فيكتور، مش زي فيكتور. تمام. فه فه عادي، فه الخفيفة بتاعتنا. اما بقى الحرف ده اسمه في، الحرف ده اسمه ايه؟ في. وحرف الفي ده عامل زي الفي بالانجلش، هو ده اللي احنا بنقول عليه في، عشان كده حرف الفي ده بنقول ايه؟ فاجنر فاجنر. يبقى لو اول ما تشوف الحرف ده تقول عليه ايه؟ في، وتفتكر الفي بتاعه الانجليش. تمام. هو اسمه في، الحرف ده اسمه ايه؟ في، بس انت هتقول عليه ايه؟ فاجنر. انت الاف مش الاف، الفي تقيله. اما الحرف ده اسمه اكس، زيه بالانجليش بالظبط، حرف الايه؟ الاكس. وحرف الاكس ده بننطقه يا جماعه كساندر كساندر، اهو بيتنطق زي ما هو اكس. الحرف ده يا جماعه اسمه الابسلون، حرف الايه؟ الابسلون. وحرف الابسلون ده بنقول عليه ايه؟ اوه اوه. هنا المفروض ان في ضمه، ثواني كده احاول اعملها ترول. تمام. يعني بضم كده اهو، بقول ايه؟ اوه. زي ايه؟ اولى اولى. تمام. اما الحرف ده بقى يا اخوانا، الحرف ده اسمه حرف الايه؟ التست، الحرف ده اسمه حرف الايه؟ التست ست، وبيتنطق زي تس تس، زي ايه؟ سيمرمان سيمرمان، ده اسم عيله المانيه سيمرمان، يبقى اتنطق تس مش الزين، مش زي ما كنت بتقول بالانجليش. الحرف ده عندنا اسمه التست. اما بقى الحرف الزايد اللي ما خدتهوش في الانجليش واللي هو عندنا اسمه اس تست، الحرف ده عندنا اسمه ايه؟ اس تست. ناخد بالنا من شكله، مش شبه البي يا جماعة، الحرف ده مفصول في النص كده اهو، مفتوح شوية من تحت، اسمه ايه؟ ست. الحرف ده اسمه ايه؟ ست. بعمله كده اهو ماشي. الحرف ده اسمه ايه؟ اسمه حرف الست. لما بسمعه في الكلمة بسمعه صوته يشبه السين، صوته يشبه ايه في الكلمة؟ السين، زي ايه؟ فايس فايس. تمام. يبقى احنا عندنا كده حرف زايد عن حروف اللغة الانجليزية، ده اول جزئية عندنا في اللغة الالمانية، والحروف سهلة جدا جدا وهتسمعوها كتير طبعا في الكلمات، بس كده انت هتضمن على الاقل ان انت معظم كلمة بتكتبها صح لما تكون عارف الحروف. كمان ان شاء الله باذن الله الحصة الجاية هناخد فيها الدبتونكو، وهناخد فيها اللي هي حروف الاملاوتة، فهتلاقي نفسك يعني طول ما انت عارف الاجزاء اللي هنقولها دي هيبقى الالماني سهل جدا جدا جدا، اسهل مما تتخيل. واشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.